انا بقى شادي ومتابع جديد الشروع. احنا دلوقتي مع محامي الشاب المصفوع من المطرب عمرو دياب. احكي لنا تفاصيل المحضر اللي مقدمه وتحضير, واحكي لنا تفاصيل الاتهامات الموجهه للفنان عمرو دياب. بتقول كل من يكون متضرر من الجريمه ان يقيم نفسه متعب الحق المدني. ماده 27 قانون اجراءات جنائيه. انا من ابناء الاقصر وعم اسمع معايا 53 محامي اهو موجودين, اسمائهم دول كلهم ابناء اسنا. كلهم ابناء اسنا, محامين ابناء اسنا. منهم الدوش الشاكر ده نقيب محامي الاقصر, تمام, النقيب بتاع المحامين. حلو. سليم, كلنا فزعنا وتمام, ما فيش تصارع, وعملنا وتدخلنا في الدعوه اللي عملها عمرو دياب. انك انيانا عن نفسه كان المفروض ما يعملش دعوه. طيب لو كان يتوارى خجلا, لان الشعب المصري برضه والقضاء كله عارف, والقضاء احنا لا هنمدح ولا هنقطع في القضاء, لانه منزع عن المدح والقدح. حضرتك كنت بتقول ان هم بينهم سابق معرفه وكده, ايه اللي قول لي ما يثبت؟ هل هناك فيديو في صور حديث في صور في صور المجني عليه, ان كان هو مجني عليه وبين على الفنان عمرو دياب؟ في صور, وعلى فكره ممكن يكون مع الوقت في صور سعادتك متصورها, هو متصور مع ابو هشيمه ومتصور تمام مع ابو هشيمه ومتصور معاه. يعني طيب. انت بتقول اللي هو بيشتغل في مجال الافراح. في مجال الافراح. طيب هو بيساعد, لان هو شغال في بنك. طيب هل 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 ده اداله الحق ان هو يخش فرح مش معزوم فيه؟ ما انا قلت لسيادتك اقتسمت الفندق, الجريمه دي جريمه فندق. هل يجوز لاي مواطن ان يدخل جريمه الاهرام؟ او هو بدون ذكر يا فندم, انا بتكلم مش جريمه. هل يجوز لاي انسان يدخل محكمه التجمع ما يكونش ليه سفر؟ ايوه, ان كان يعمل في محكمه التجمع ماشي, يعمل عادي, ممكن يخش. اللي يعمل ده لما انت واحنا شفنا اللي يعمل ده وساب عمله, مش يعملوا له اجراء؟ ايوه, ما هو الفندق اتخذ فين الاجراء يا فندم؟ الاجراء الاجراء اسم الاجراء تعلمنا. هناك ورق لدخول وخروج سعد اسامه, زي نظام كده, ورقه مكتوب فيها دخوله وخروجه, وان هو مش معزوم بالمره. احنا مالنا بقى معزوم يا فندم؟ هل يجوز, اسمعني, واحده بترقص في الشارع اتفرج عليها ولا ما اتفرجش؟ بس ده مش شارع, ده فندق خاص. في فرح خاص لشخصيه. فرح خاص ان انا اكون نزيل في الفندق واتصادف وجود ان في فرح؟ لا, ده ما يمنعش. هل يمنع يا فندم؟ لا يمنع. بص يا باشا, انا دلوقتي انا كنت نازل في الكويت, كان في فرح, دخلت وصورت. بس 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 صورت بدون مضايقات يا باشا. انا هنا ليس انا ضربتك تديني بالقلم, انا كلمه واحده باشا. الواد زي الطين, الواد زي الزفت. تضربني بالقلم؟ لا لا لا, ما تكلمنيش. تصرف مرفوض, ما فيش فيه تنازل ولا استسلام. تصرف مرفوض, ما تكلمنيش في حته. على فكره اي مبرر انا اعتبره تزايد. طب ان كان لا لا انا انتهت, لكن انا بحط نفسي مكان المشاهد. لا, ما تحطش نفسك. انا بسال المشاهد, هل يجوز لك ثاني يا باشا؟ اسمعني, انا انتهكت حقك. هل الواد دلوقتي ده اللي بيتحاكم اللي هو السفاح, هل يحق لاي حد ان ينتهك حقه وهو بيتحاكم؟ هل يحق؟ طب النهارده لو اي مامور ولا اي حد اتعدى على السفاح, انا هعمل له قضيه. لان ده القانون بيقول لي كده. هل تعلم ان من حقي ان انا اعمل محضر ضد المامور وضد رئيس المباحث؟ لا لا, يعني انا بحافظ على ولا نزيل, افهمني يا فندم, وانا محبوس. هتسمعني؟ انا سامعك. خلاص انا فاهمك من غير ما تدي امثله. انا لو انا مسجون يا فندم من غير ما تدي امثله, خليني بس اكمل الدعوه الثانيه, الجنحه الثانيه بتاعت المليون. عايز الاولانيه دي سيادتك بعد اذنكم, لان الموضوع ده بيحزننا. لا لا لا, احنا واحد الوقت تصرفه غير مسؤول. خليك كده بس, معلش. هل تصرف؟ احنا ليست مدافعين. خليك مع التليفونات كلها يا استاذ. تصرف غير مسؤول, ولكن بنحاور حضرتك يا باشا. انا بقول لك تصرف هو غير مسؤول. هل تصرف عمرو دياب مسؤول؟ خمس دقايق بس. لا طبعا. هل تصرف عمرو دياب؟ لا. هل يعني هل من حقه ان يضرب بالقلم؟ احنا بنستنكر الفعل. طب بس يبقى لي السكر. الواد راح, الواد ما راحش. طيب في حالة ان الفنان عايز يتصالح, مش هنتصالح. لو ابوه اتصالح احنا مش هنتصالح. طب كان في تواصل, كان في معاكم تواصل, كان في تواصل, مش هنتصالح. هل ده على فكره سيادتك, انا قبل كده زي ما قلت لك, هل سعد تواصل معاكم؟ يعني حضرتك هو بيتفضل لكم يا استاذ فاضل؟ انا مش هتصالح. طيب تمام, ازاي والده, ازاي والده اتصالح حضرتك مش هتتصالح؟ اقسم بالله العظيم, اقسم بالله وانا صايم. قلت له يا حاج سعد, ابنك جاي له عمره وجاي له كذا. قال لي لا عايز عمره ولا عايز حج, برغم ان قال لي اتمنى ان انا احج واتمنى ان انا اعتمر, لكن مش من الموضوع ده. ايوه, يعني هو رفض الحجه ولا ايوه؟ قال لي انا مش هتاجر بدم ابني.
انا حاج سعد قال كلام ده. هو حزين لو هو لو يتصالح حضرتك مش هتتصالح. انا عايز افهم النقطه دي. لان احنا يا فندم زي الماده 27 قانون الجرائم الجنائيه احنا بتقول ايه؟ مدعين بالحق المدني مع والده، لان احنا مضرورين من الجريمه. النهارده انا ممكن امشي في الشارع كابن من ابناء اسنا اي حد يديني بالقلم، مش كده ولا لا؟ هانت علي نفسي ان ضربت بالقلم. احنا ما بنتصالحش بالقلم. حلو، مش عايز اقول لك قبل كده ان احنا خدنا طرنا. طب ايه التهم اللي انت بتتهموا فيها في الدعوه بتاعت المليار؟ لان المليار بتهموا ان هو مقابل المحضر اللي عمله التقاضي الكيدي. ان هو بيرفع بتقاضي كيدي. قصدي ان هو محضر قبل محضر محضره هو. انا عامل محضر الاول. قصدك بتقول كده؟ يا بيه انا عملت محضر الاول. يعني حضرتك انت اللي ثابت، حضرتك انت اللي ثابت بالمحضر. انا ثابت، انا ثابت بيومين. بيومين بيومين عنه. محضرنا بس في عند النائب العام، مكتب النائب العام، وهبعت حضرتك رقمه. بوجع حضرتك تجيب حبس يعني الجنح المقدمه فيها الحكم. يلا ازاي احنا شغالين يا استاذ؟ فيها سنتين سنتين والحبس. احنا ما خلصناش. سنتين والحبس وجوب. معلش بالبلطجه ماده 375. ايه الاتهامات؟ 375 اتهامات بلطجه وتنمر. على فكره التنمر سنه الايه في الدعوه الثانيه بتاعت المليار لسه قانون جديد ب 20 ماده سيادتك. ماده 375 مكرر من قانون العقوبات. ماده 309 من قانون العقوبات. خط الصعيد بيتكلم عن الموضوع ده. بيتكلم بيقول ايه؟ عايزين بس حضرتك، عايزين حضرتك تقول لنا الاتهامات. حزين يا استاذه بعد اذنك، واحنا بنصور ده ازاي ده؟ هو حزين بعد اذنك. الصعيد ده اكمله حزين، والشعب المصري حزين عشان تكون عارف. عايز اقول لك حاجه، انت مش حزين ان واحد في مصر يضرب بالقلم؟ انت مش حزين؟ امام العالم. حزين. انت مش حزين؟ احنا ما احنا ما طب احنا مش معاك في الفعل يا فندم. واحد من السعوديه يقول انا هعمل مليون ولغايه 100 مليون من السعوديه. يقول انا هعمل، مش حزين؟ الشعب العربي عنده نخوه، عنده شهامه. احنا النهارده ما اتخلقناش عشان نضرب بالاقلام. الانسان الانسان طلع في تصريح خاص بالقرار. لا طلع تصريح، لا هيقف معاه من طيب خليني يقول لي 100 مليون يا فندم. خليني وعايز اتقابل مع سعد. بس سعد والله العظيم حاطط نفسه في اوضه وبيعيط. خليني اسال حضرتك، خليني اسال حضرتك. طب انت عارف سعد؟ خليني اسال حضرتك. ولو قلت لك ان الفنان عمرو دياب مثلا شاف الفيديو فحس بان هو زعلان او حزين زي ما عمل قبل كده تامر امين وعايز على فكره انا مش هتصالح تاني. تامر امين قبل كده اشتمنا بدون ذكر يا باشا. احنا هنقول والتحزيب التحزيب. انا ما بخافش. انت ده الكلام ده على مسؤوليتك. على مسؤوليتي. انا بقول لك عملت قضيه لتامر امين وحاولته محكمه اقتصاديه. تامر امين عيط قال انا بعتذر. لا ما عندناش اعتذار سليم. وانا بقول لك وعملت قضيه وحطها محكمه اقتصاديه. الجلسه بتاعتها امتى؟ بتاعت الفنان عمرو دياب 30/7 على مسؤول. اولى الجلسات. اولى الجلسات وفي جنح محكمه ايه؟ محكمه جنح. لسه بنصور التجمع الاول في القاهره الجديده. اهل الولد مش عايزين يتنازلوا. مش هيتنازلوا لا اهله ولا اعمامه ولا محامين اسمه كامله هيتنازلوا. وده كلام وعلى مسؤوليتي الشخصيه. طيب حابب تضيف حاجه ثانيه؟ حابب تقول حاجه في النهايه؟ انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. انا كل اللي بضيفه ما حدش يجيب ان الواد غير مسؤول. ما فيش فيها كلام. لكن هل يجوز حد يضربه بالقلم؟ دي مرفوضه شكرا موضوعا. ما حدش يبرر باي نظام، لان سيادتك عمره ما هيبقى المساواه في الظلم. حد المساواه في الظلم ظلم وليس حد. يعني مفيش اي تصالح نهائي. مفيش اي تصالح خالص. وحابب تقول حاجه ثانيه في النهايه للقضاء؟ حتى لو الواد غلطان. انا كل اللي بقوله اهل الولد طالبين تعويض. لجأنا للقضاء اهل الولد ولا همهم تعويض ولا همهم حاجه. بس القانون انت لازم عشان تدعي مدى لازم. طب ايه رايك في كلام المصار انه المتهم عذرا المجني عليه بيقول انا مش هعتذر، عايز تعويض وعايز اعتذار. ردك على الكلام ده؟ لا قال كده مع احد الصحفيين وقال له انت حابب تاخد تعويض؟ قال له هو وذوقه. الكلام ده ما حصلش. ردك ايه على الكلام ده؟ هاته. ان كان في فيديو الكلام ده ما حصلش. الكلام ما حصلش. وكل اللي حصل حتى الان ما فيش حد. انا شخصيا لم اتواصل الا مع والد الولد ومع اعمامه ورافضين الصلح تماما واعمامه. انا حتى الان وانا محامي ومعايا رقمه سليم. معايا رقم. اخر حاجه نختم بيها مع حضرتك. طب اخر حاجه قلت له ايه؟ قال لك ايه؟ قال والده اللي مش هتصالح. وبقول له يا حاج سعد القحطاني جايب لك عمره. قال لي انا اعتمرته حجيت وانا اتمنى ان انا اعتمره حج بس مش على حساب دم ابني. وصلك؟ تمام. تصالح ممنوع. تصالح ممنوع. شكرا جدا لمشاهدي ومتابعي جريده الشرودي. كانت تفاصيل بعض الدعوه اللي اقامها محامي الشاب المسموع من المطرب عمرو دياب. مشاهدي ومتابعي جريده الشرودي شكرا.